شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله إخواني. كيف ما كتعرفوا سبق وأن تحدثنا في مجموعة من الحلقات التي ستعرض إن شاء الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا. ففي هذه الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن سراق رمضان. أنتم كتعرفوا أخوتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل أن يبلغه رمضان وأن يوفقه للعمل الصالح في رمضان، لكن هناك أشياء تعكر صفاء الصيام وتسرق رمضان بزاف ديال الناس. لذلك أود أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بهذه الأشياء وأحذركم منها حتى إن شاء الله سبحانه وتعالى يخرج رمضان وينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم كتعرفوا إخواني نحن بشر ويعترينا ما يعتري البشر من الأخطاء والذنوب والمعاصي واللغو والرفث إلى غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى رحمة بنا جعل لنا هذه المحطة باش نتصالحوا معاه ويعني ونتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويخرج رمضان ونستقبله شوا إن شاء الله ونحن في كامل نشاطنا وعلاقتنا مع الله عز وجل. قلت يعني هذه الأشياء اللي كما سماها الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله حضروا سراق رمضان. شنو سراق رمضان؟ هي الآن هاد دابا الآن أقول التلفاز قلت إلا عند بعض الناس، ولكن الآن مواقع التواصل الاجتماعي يعني تجد الإنسان يدخل إلى الواتساب يتقلب في الواتساب ساعتين، يدخل مثلا الفيسبوك كتلقاه مثلا هذا احنا كنتكلموا علاما على اللي مثلا كينشر كينفع الناس كيذكر الناس، ومع ذلك ما خصوش يضيع راسه في رمضان. واش كتعرفوا إخواني كاين أكثر من طلب العلم تدريس العلم، فالعلماء وعلى رأسهم الإمام مالك والإمام الشافعي كانوا يعتزلون التدريس، كانوا يعتزلون كل شيء ويهتمون بقراءة القرآن ويكثرون من قراءة القرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو اللي غيفورماتيك، خليني نقولها بهذا الأسلوب، هو اللي غيبرمجك، هو اللي غيغسلك من الذنوب والمعاصي. كيقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لا شك إخواني أخواتي أننا نعيش في فتن كقطع الليل المظلم، فالشيء الوحيد الذي يخرجنا من هذه الفتن، فالشيء الوحيد الذي نستضاء به في ظلمات الجهل والفتن والشرك هو قراءة القرآن. فإذا كانوا العلماء كيعتزلوا طالب العلم اللي هو ويعني أن 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 الملائكة تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع، ومع ذلك العلماء يعني كيعرفوا قيمة القرآن كيعتزلوا، فما بالك يعني ما فيها بس إذا اعتزلتي مواقع التواصل الاجتماعي، فما فيها بس إذا اعتزلتي التلفاز. ما تقولش لي اجي نهرس الوقت وتشد داما ولا تشد الكارطة ولا تشد يعني تهضر في الناس يعني سنأتي على ذكر يعني هذه الآفة العظمى اللي هو أن نأكل يعني أجساد الناس، أن نأكل لحوم الناس، أن يعني نجيو نقلبوا القاو رحنا صايمين عي باش يعني عن الأكل والشرب، لكن عن أكل لحوم الناس وعن الوقوع في أعراض الناس فحدث ولا حرج، فكثير من الناس هذا حالهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فإذا شديتي مثلا ساعة
نعطيك أنا باعتبار مثلا أنا الحمد لله قريت في الجامع وإمام وحفظت القرآن، إذن عندي واحد المنهجية على علم بواحد المنهجية ديال التحفيظ أو ديال المراجعة في القرآن الكريم. ساعة اسمع أخي المسلم، ساعة ممكن تقرأ 5 ديال الأحزاب، جوج سوايع ممكن تقرأ 10 ديال الأحزاب. إلا سولتكم كما يعني كنسول نفسي، في حياتك يمكن ما عمرك ختمتي القرآن، هذه فرصة في حياتك كاملة، ولكن ختمتي الأفلام وختمتي الفيسبوك وختمتي كذا، هذه فرصة أخي المسلم. راه القرآن الكريم كن متأكد إلى واظبتي عليه وقريتيه، وما أجمل أن تجعل مع قراءتك للقرآن الكريم تفسير. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أجمل ما فيه هو أن نتدبره، وما يمكنش حنا ندبروه وحنا ما كنفهموش. إذن جميل أن تقرأ القرآن، والأجمل من ذلك أن تجعل مع القرآن الكريم تفسير، يعني حتى تفهم بعض معاني القرآن الكريم، ويخرج رمضان وانت رمضان ما تسرقش منك، بالعكس استفدتيه واستغليتيه واهتميتي بالقرآن الكريم، وتخرج إن شاء الله سبحانه وتعالى وانت كينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.